نحب نوري للرأي العام والمواطنين التوانسة اللي لو كلامي مش عن فراغ. اوكي راني كيقولوا لهم انا راي اسعار مشتة فهمني راهو مانيش نفدلك، راهو كيقولوا حرام عليكم نحن بلاد منجا اون برنسيب في عيد كيف هذايا العلوج ما يكون فهمني اللي يضحي ومعتبر من 500,000 ل 700,000 يكون موجود باش نزل نجم. باش نعطيك نحن فهمني الشيء اللي قلناه هاي 18/2019 نبدأ بوزير فلاح 1,500,000 أو بالتوثيق ما نغلطش العباد كي نتكلم، واللي عنده أدنى حاجة يتفضل. أو الشيء اللي قالوه هما كل كومينيكي يخرجوها فهمني إلا ولا فهمني نصادها كيما نبش نصادكم أنتوما. هاي جريدة المغرب فهمني هاو الناس اللي تتكلم فهمني من غير ما تفعل، هذه تخرج تخرج في الجرايد كلام فهمني باش تهيمن على المواطن التونسي وباش تشوشوا افكاره وباش تبكيلوا صغاره. عملوا الفراح بالعباد ما راجعه وخارجه بالحبولات فهمتني ما لقاتش ما نجمش تشري. فما ناس عاملينها بتفديك رابط حبل في كرومة ولده وهبطوا زعمك الشراع علوش. اخي ما تحسيش هو يمكن يفدلك اما انا كمهني توجعني. ها يا سيدي 9/7/2020 ابقى على اسعار الاضاحي المرجعه 2019. هاي المغالطه بتاع الاتحاد الفلاحين ومتاع المسؤولين وما يجيوش لا كفاءات ولا يجيو مسؤولين ما دام ما خدموش الشعب وما خدموش البلاد ديجاج قولوا لهم انا وانا ليكم بالمرصاد. اتفضل سيدي هذايا فهمني 20/7/2020 سيدينا اسعار الاضاحي ابتداء من 300 دينار. هذا مسؤول يخرج يقول هكا عم ناول ابتداء من 300 دينار يمكن هو خاطر يسوى 300 دينار. اما المواطن ارقى من هكاكا والمشارك التونسي فهمني احلى من هكاكا ما نلعبوش عليه مش عليه. اخبار الجمهوريه اضاحي العيد هذا العام مبلغ 600 دينار. اتفضل يا سيدي هاي المسؤولين اللي تخرج فهمني تغلط في الناس معقول هذا؟ اخرجوا تكلموا ترى اخرجوا بعد فهمني ندوا ورايا هاي 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 تصوركم. امشوا في الرقم لو كل كوبية عندي 10 منهم عاوم امشوا في الرقم للعلامة كل باش نفضحهم فهمني. اتفضل هذا يا سيدي 17/6/2021 هذا يا سيدي ظالح حسومي فهمني لي ما انا احكي لكش ايش قال وش وشح تقول رشيق في حضره تفرج تخرجوا كريم كيف كيكة وينو هذايا؟ علاه مش كل عام فما مسؤول تو انا كرئيس غرفه وطنيه اتصلتوا بيا اش قلت لكم؟ نجيكم على عين المكان باش نوضح فهمني؟ ما نجيوش كل مره خرج جماعه كل مره جيب جماعه شبيك يسد عيناهم نحن في قناه الانسان ما جا حتى حد وسكروا تليفوناتهم في شخص عبد المجيد الزار استدعاوه شبيك في حنا بعد فهمني كيف كيف يجيبوا الراجل من بيجا ولا منين؟ اتفضل 2021 خلينا الاتحاد الفلاحين يتم ان تونسيين بوفره انتاج شكل علوش وكضخامه يا راه ينضحك. والله تو انا كان واحد من الناس هذوما يخرج وينجم باش يتكلم رخص برشا وبؤس برشا والله بعد الفضيحة ها هو كلامهم موثق وموجود ويخرج باش يتكلم أي كلام أي مغالطة المرة الجاية عنده حساب آخر عسير خاطر فما فيهم أطراف اللي عنده فهمني فما أطراف وقت اللي جابوا العجول تاع الريكوي فهمني صوروا مية المليارات وغرقوا الفلاحة وغرقوا العباد وذي أطراف باش يجبدها باش يجبد الدوسي نتاعهم. بما أنه حكينا على الأسعار لهنا حسب رأيك كيفاش باش تكون الاسوي مسنة من اقل سوم لاعلى سوم المواطن التونسي بقداش ينجم يشري علوش السنة؟ شوف اختي هنا نحن عندنا فيزافي نوعية اخرى. انا كزازار كي تقول لي شو العلوش انا خاطر فما مش كيما المواطن فما صفات ومواصفات فما شيعة الحم فما شيء الكاليتي نتاع الحم فهمني نعمل له حسابه. مواطن ما يعرفش مواطن فهمني اعطيه السوم
ماني طلبتهم انا فهمني في لجنه، طلبتهم نعملوا لجنه خاليه في الاسواق هذه متكونه من الغرفه ولا قصبي، مش غرفه رانيه انا على كل شيء، لا 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 لا، زازاره متطوعه في كل رحبه، وبيتري والابحاث الاقتصاديه وزاره التجاره وزاره الفلاحه والمجمع، سته سبعه اعضاء نعملوا فهمني خاليه في كل بطوار جيتون كبير وكذا. المواطن ما يعرفش شيء نخرج معاه، يخرج معاه مهني، يخرج معاه واحد من الفلاحه، يخرج معاه طبيب بيطري يشوف عنده شي خلده، عنده شي حوق في عينيه على البوصفير، عنده شي كذا باش يشري علوج في حقه. وين هاك تسمع 120 نقطه و 150 نقطه و 180 نقطه برك هذوما فني نقط ولا نقب اللي عنده في بدنه يحكي عليهم. ريت المشكل وين؟ بادرت به هذا وبعث لهم راهو نحن مدين يدينا على 24 ولايه، عندنا رؤساء وعندنا فني ناس متطوعه. هات نخدموا مصلحة المواطن، أنا كي باش نخدم جمعة من زمان في رحبة بلاش، على رحمة الوالدين، على دعاء الخير، على الناس هذيك اللي كونت منها وعشت منها، اليوم ما نخدموش، هو عام كامل يخدم فيا ويوكل فيا ويصرف عليا ويشري ما عندي، وأنا فيني نخسر فيه جمعة يا عبيد ربي؟ ما تمتش، وماش باش تم، خاطر هذيا ناس فهمني نفسي نفسي، والله يرحم من مات، خاطر الناس هذيا فني ما تخممش على المستهلك التونسي، كان جا تخمم على المستهلك التونسي، الحوارات اللي نعمل فيها توا، رانا كل شهر اش عملنا؟ نعملوا تتبع سويفي، شهرين بعده، اش قيمنا؟ وين وصلنا؟ هاك يصير، وكان جينا نحن قاعدين نخدموا في ظرف عام ولا عامين، رانا اليوم فهمني عملنا 60 40%، اوكي نعملوا اكسيليراسيون باش نعملوا 100%، ما ذي ما فهميش، كي رمضان يخرجوا في رمضان ينوحونا. كان في العيد كبير يخرجوا باش يهيمنوا علينا، فهمني؟ فيقوا، فاقدوا الشيء لا يعطيه، قال لك الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس الطماعة يا طماعة تعلموا القناعة. فيما يخص اتحاد الصناعة والتجارة والمنظمات الأخرين، فما حد قاعد يساند فيك؟ تشوفوا فيك قاعد تخدم، قاعد تحاول تصلح؟ والله يعطيك الصحة على السؤال هذايا، هذا سؤال يوجع. فهمني؟ إذا كان أنا فهمني رئيس غرفة جهويا ورئيس غرفة وطنيا ننضوي تحت اتحاد الأعراف، فهمتني؟ اتحاد الأعراف فهمني بالكلام، اتحاد الأعراف نحن فهمني كقطاعات الصغرى ذي ما لقينا حتى مساندة من حتى رئيس. نحكي في شخص رئيس اتحاد الأعراف سمير مجول، 31 مكتب عضو تنفيذي، ما عندهم حتى دور في القطاعات نتاعنا. يمكن يخدموا مع القطاعات الاخرى، المعامل الكبار، الشركات الكبار، الموارد الكبيره، البزنس الكبير، ما نعرفش عليهم، اما نحن كدزاره ودجاجه وحواده وخضاره، المهن الصغرى، فهمني؟ وجامعه المهن والحرف هذيا، ما لقينا حتى مسانده، واللي نخدم فيه هذا كل، نخدم فيه بمجهودي، فهمتني؟ وتكلمت تون دو فوا في الموضوع هذايا على الاتحاد، وما عنده حتى حد الجرأة باش يعيط من الاتحاد ويسني يقول لي شنو علاش تكلمت هكاكا ولا علاش عملت هكاكا ولا تقييمك انت شنو؟ واضح؟ هذه ناس منتخبة للتصاور. للتصاور اللي نقولها لك، هذوما ناس يحبوا كارت فيزيت، هذوما ناس يحبوا اني انا ترشحت، فهمتني؟ هكا واني عرفت انا مسؤولين وعندي علاقات وعندي مصالح ونبيع ذمتي ونبيع صاحبي ونبيع كذا، هذا اللي موجود. على خاطر ما عندوش اتحاد الاعراف ما عملش كلاسيفيكاسيون في الناس الموجوده في رؤساء الغرف على جميع القطاعات. انا اليوم باش ناخذ نحط رئيس غرفه كيما انا نحكي على روحي، احمد العميري رشحوا قطاع اللحوم الحمراء تقريبا من 24 ولايه 8000 زازار. اي شو هو البرنامج بتاعك؟ شو تي داخل كيما تجيب اونترونور انت تدخلوا اي جيراني ما يدخلوا على كلاسيفيكاسيون وين باش تكون يا باش تلعب على التيتر اوكي هذوما كلهم في الرجوع